بعد ما أثارت الشابة المنقبة ضجة واسعة باحتضان الفنان ماجد المهندس خلال حفله بالسعودية، أشارت وسائل إعلام سعودية إلى أنه تم وضع الشابة بدار رعاية الفتيات بمحافظة الطائف حتى يتم استكمال الإجراءات النظامية والقانونية بحقها. وأضاف مصدر أنه يلي عملته معجبة ماجد المهندس بيندرج ضمن خانة جرائم التحرش، فخالفت الأنظمة والقيم الأخلاقية والاجتماعية واهتمت بتصرفها للقواعد العامة والسلوك الحضاري بالحفل. نذكر أنه حتى هاللحظة ما تم إعلان أي معلومة عن هوية الشابة أو معرفة سبب تصرفها. لا تعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبوا، انزوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب، واكبسوا على الجرس ليصلكوا نوتيفيكيشنز بكل الفيديوز الجديد، واعطونا رأيكم بهالخبر عبر الكومنت سكشن الموجودة أسفل الفيديو.